أبواب الدعوات سنن الترمذي. أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخر المصريين من ثقات الأزبات، رواه الجماعة، فقيه محدث. قال: عن جعفر بن ربيعة. جعفر ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حنسة ابن حسنة الكندي المصري، نعم. قال أبو زرع الرازي: صدوق. ورواه قال ثقة، والنسائي قال ثقة، ابن سعد قال كان ثقة. عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من ثقات الأثبات، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعت نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فكأن المناسبة أنك تسأل الله من فضله لأنها رأت ملكا. والحق في هذا الباب أنها عندما رأت ملكا فيها إشارة على أن الملائكة تؤمن على دعائك، وأنت تعلم أن دعاء الصالحين يستجاب، وأن أيضا تأمين الصالحين على دعائك يستجاب. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو المرء يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، لأنها رأت ملكا، والملك يؤمن على الدعاء. والأمر الثاني أنك تسأل الله جل وعلا في صياح الديكة، وأنت أيضا تعلم فضل الديك ومكانة الديك، لأن الديك اللي هو ذكر الدجاجة، الديك فيه ما فيه من الفضل، بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال عن الديك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه ينادي بالصلاة، يعني لا تسبوا الديك فإنه ينادي أو يوقظ الناس للصلاة. فهنا الحليمي أخذ من هذا الحديث قال: وكل من علم الناس الخير، أو كل من أشار، أو من وضح الطريق، أو وضح الطريق للناس في الخير، لا يسب ولا يهان، بل يكرم ويحسن إليه ويدعى له ويذكر بالثناء. شوف، يعني هنا الحليمي كان ذكيا فطنا، عالم نبيل، وكان أهل السنة، هو شافعي قح، هو شيخ الإمام البيهقي. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك لأنها تؤخذ الصلاة، فلأنها دلت على خير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، ولأنها ترى ملكا، لأنها تؤخذ الصلاة، تدعو إلى الصلاة، لا تنادي عليهم بالصلاة، لكن صياح الديك في وقت الصلاة فطرة. فقال: لا تسب الديك. حسنة واحدة شوف جعلت المنع عن سب الديك، مما يدب على الأرض، منع السب له. فقال الحليمي: وهذا يتعدى على أن كل من دل الناس على خير، أو علم الناس، أو وضح الناس الطريق، فإنه لا يسب ولا يهان، بل يكرم ويحسن إليه بالثناء والدعاء له وبالدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. وقال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. في رواية أخرى قال: وإذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلاب، إذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلاب فاستعيذوا بالله من الشيطان، اعتصموا بالله يعني، فاستعيذوا بالله من الشيطان. والاستعاذة كما قلنا العوذ طلب تصدق اللجأ إلى الله جل وعلا لدفع الضر. وطبعا إذا رأى شيطان، الشيطان الضر كل الضر بالشيطان، الشيطان الضر كل الضر بالشيطان. قال: فاستعيذوا بالله من الشيطان. إذا سمع نهيق الحمار أو نباح الكلب فعلينا نستعيذ بالله من الشيطان، لأنه رأى شيطان. هذه فيها أيضا أن المرء يصدق اللجأ إلى الله جل وعلا ليحفظه من عدوه اللدود من الشيطان الرجيم، بأن الحرب مشتعلة بينهما، وأن المرء لا يفر من الله إلا إلى الله، ولا عصمة له من هذا الشيطان ومن أعدائه إلا بالله جل في علاه. فلا بد أن يظهر العجز والفقر لله جل في علاه، أن يعتصم صدقا بربه حتى يعيده من هذه المهالك
قال فإن سمع نباح الكلب أو نهيق الحمار فليعتصم بالله أو قال فليستعذ بالله أو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. وهذا من أمور الغيب التي نؤمن بها ونسلم لها وأيضا نتعبد الله جل في علاه بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. يا لله يعني إذا أردنا أن نطيل وتكلمنا عن قوله إذا سمعتم صياح الديكة وقوله لا تسبوا الديكة فإنه يؤذي إلى الصلاة. تعلم أهمية وجود العلماء في هذه الأمة وأن من تجرع على أعراض العلماء كان ذليلا ومن تجرع على أعراض العلماء كان فيه ما فيه من الصغار والذلة والمهانة وهذا لا يؤثر في العالم. كم وكم تكلموا على البخاري. احنا في عصرنا الحالي الآن بعض الرعاع السفلة يتكلمون عن البخاري وعن مسلم بل عن السنة بأسرها. أين هم؟ لا أقول في مزابل التاريخ، هم الآن يجلسون يتعفنون في المزابل، ما يسمعهم إلا الغربان، ما من عاقل يقبل منهم ذلك بحال من الأحوال. فالكلام في العلماء مسقط للعدالة، مسقط للديانة، ومن تكلم فيهم سيبتلى. لحوم العلماء مسمومة وآيات الله في منتقصهم معلومة. ما اصطفاهم الله ليعلمهم من أجل أن يأتي رعاع يتكلمون في أعراضهم. ومن دأب المستشرقين النظر في أعراض العلماء لإسقاطهم، الكلام في أعراض العلماء لإسقاطهم، هذا فعل المستشرقين أصالة. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا خلقت القصواء قالوا لا، قال لا ليس لها بخلق. ولما تكلم عن الديك قال لا تسبوا الديك، لما؟ لأنه يوقظ للصلاة. فأعراض العلماء من باب أولى. وهذا الحمد لله في كل يوم أحد في الليل في حلقات الجيل الفريد أتكلم عن ذلك، محاضرات ثلاثة وهي زينة الأمة العلماء. الأمة لا تحتاج إلى عباد، وإن وجدوا تحتاج إلى علماء عباد، العلماء الربانيون. الفوائد المستنبطة، فضل العلماء. طب فضل العلماء تأتي منين؟ من صياح الديك يرى ملكا، ومجالس العلم كلها ملائكة، لأن الله جند ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس العلم ومجالس التحديث يقولون هلم أبوياتكم، ويحفونهم إلى السماء ويعرجون بأسمائهم إلى ربهم جل في علاه. المسببات منوطة بأسبابها. الله أكبر. الله يرضى عنك يا شيخ محمود صياد. الحمد لله على ما كتبت أنت، جزاك الله خيرا. منجاة المرء في صدق اللجأ إلى الله جل في علاه. رحمة النبي بالأمة، ما وجد شيئا يكون نفعا للأمة إلا أرشدهم إليه، ما وجد شيئا يكون ضررا بالأمة إلا نهاهم عنه. نعم والله الحمد لله.